أهم المواقع اللي هو البايوورد ماركت. البايوورد ماركت عبارة عن السيتي سنتر تبع أوتوا، منطقة جميلة جدا إنك تمشي فيها، تأكل فيها، تتعشى فيها، تغدى فيها، تشرب فيها، تقعد فيها، يلعبوا الأولاد. طبعا في اماكن كثيره بدنا نورجيكم اياها في الباي وورد ماركت، خليكم معنا. احنا في بدايه الباي وورد ماركت، هو ماشي دقيقه على البرلمان بالضبط، دقيقتين يعني، خلينا نكون اكثر صدقا. زي ما انتم شايفين وراي، هذا هو الباي وورد ماركت. غاد البيفر تيلز اللي حكينا عنه في الحلقه الماضيه، حاط لكم اللينك في الديسكربشن تحت. هذول المطاعم كثير اللي حوالي زي ما انتم شايفين. هذا الماركت الرئيسي اللي ممكن تدخلوا وتتسوقوا فيه. فين الدور على البيفر تيلز، لانه حكينا لكم عنه انه هذا فعلا فعلا شيء زاكي. هون الاماكن اللي ممكن تشوف الاولاد هون بيعملوا فيس بينتينج، تقعد تاكل. Very nice places. Relaxing, enjoying your time. بياعين من كل الأنواع، وفي حرف كثيرة موجودة. خلينا نورجيكم بعض الحرف. شوف هذه الكراسي محلاهم، تقعد عليهم انبسط. هاي الحرف ممكن تاخذوا سوفينيرز من هون. أشياء واو، أشياء جميلة جدا. حنورجيكم هلا في مطاعم كثير هون. هذا الماركت اللي جوا برضه بتقدروا تدخلوا. هدول بلايز حلوة، مطاعم مرة ثانية، حرف. فيش ماركت من أحد أهم المعالم اللي ممكن تزورها في هذا المكان. مطعم زاكي كثير، حرف يدوية، يدوية وشغلات بطرز، يعني شغلات حلوة هيك. بس أهم مكان لازم تزوروه اللي هو أوباما كوكيز لمولاندا بروفانس. هذا المكان لما إجا الرئيس أوباما في سنة 2009 وزار هذا المكان، فسموها باراك أوباماز كوكيز، أوباما كوكيز. خلينا نشوف شو فيه. هذا يعتبر من أزكى الأماكن اللي ممكن تأخذ فيها كوكيز، وهاي أوباما كوكيز معروفة هون لأنه أكل منها باراك أوباما. هاي أنواع كوكيز تانية، بسكت، خبز، بيتزا، أشياء أروع من هيك ما في. وقاعد يطلع ولا أجمل، طلع 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 شغلات، يعني هذا مكان لازم تزوروه. حاطط لكم اسمه بالضبط وموقعه عشان تقدروا تزوروه. أشهر إشي في الماركت اللي هو هذا، لأنه هون ببيعوا فريش أورجانيك فود، فناس كتير بتيجي على الماركت هذا بتاكل هون شغلات فريش، خاصة فصل الصيف. Very nice صراحة يا جماعة، very tasty، و إشي يعني خيالي. طلع 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 هالمنظر، واو 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 واو، أشياء الألوان. الماركت هذا يعني إشي طبعا هو طويل وممكن تستمتعوا فيه. هون في مكان ببيع تشيز مشهور كثير في أوتوا. أوكي، كل هذا في منطقة واحدة، الباي وورد ماركت. إحنا جوعنا كثير، بدنا نروح grab something to eat في الماركت هون. في شايفين كازابلانكا، في نودلز، في شفالي بازار، هذا شكله كيرشن. يعني حنشوف شغلة وحنبلغكم عنه. عجبتكم القناة؟ بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت.